خالد عثمان العبار من الهيئة الليبية لإغاثة ومساعدات إنسانية. بالنسبة للدفعة اللي غاضبة بها الآن، هذه دفعة كم؟ بالنسبة للدفعة اللي وصلت الآن هي النسبة الدفعة الثانية اللي وصلت لمدينة الكفرار. من ايش تكون؟ تكون من السلع الأساسية دقيق، رز، سكر، مكرونة، شاهي، طماطم، حليب. كيف آلية التوزيع في كفرار؟ والله تم تحديد نقطتين توزيع، واحدة اللي هي الهلال الأحمر الكفرة، والنقطة الثانية اللي هي في مناطق التبوة. بارك الله فيك. بارك الله.